بنسعى لتحقيق 3 أهداف ما تغيروش منذ 7 أكتوبر السنة اللي فاتت. قلنا فيها إن إحنا 1، إيقاف إطلاق النار، عودة وإطلاق سراح الرهائن، ثم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، عشان القطاع فيه أكتر من 2 مليون إنسان، وال 2 مليون إنسان دول بقى لهم النهاردة سنة تقريبا بيعاني معاناة شديدة جدا. سقط أكتر من 40 ألف، تلتينهم تقريبا من النساء والأطفال، ولازم نتوقف قدام الأرقام ديت، وأكتر من 100 ألف مصاب، ده تمن كبير قوي. ثم أيضا حجم الدمار لكل، مش بس للبنية العسكرية اللي موجودة، لا، حتى البنية الأساسية للقطاع، مستشفيات، مدارس، محطات مية، محطات كهرباء، منشآت عادية، منشآت سكنية عادية خالص للمواطنين. إذن بنقول إن ده هدفنا وحريصين عليه، وحتى بنقول حتى ما بعد انتهاء الحرب هو الخيار، هو إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وننتهي ونقفل مرحلة من الصراع والكراهية. احنا كان لنا تجربة فيها في مصر، تجربة الحقيقة لكن العالم كله يتوقف قدامها دلوقتي، لأنها حققت اللي ما حققتش الحروب غير خلال 51 سنة اللي بتكلم عليه.